اتصورت هو القطة وهو داخل في العمود دي كانت جامدة جدا. كرة مع مؤمن، مؤمن مع الكورة، يال سلام، سلام كرة مع سلام، سلام كرة ملهاش أي معنى، مؤمن كرة بس روح لمحمود سعيد، يا سلام يا محمود سعيد. اوه يوقع نفسه عشان ياخد فاول، حاجة من اللعيبة الكبار دي بقى. وهشام هيلعب ملوش أي علاقة باللعيب اللي وقع، قمة الروح الرياضية بقى. عليا أنا، أنا بصور. اسقط يا عم، اسقط اسقط يا عم، احنا مدرسة، انت يا عم انت اسقط احمد علي اللي هيعمله يا جماعة، وهو أحد طرفي المباراة. الكرة بتروح لسلام، هو حاط ايده فين؟ سلام مع الكرة، كرة مع سلام، سلام يمين وشمال، سلام مع الكرة، كرة مع سلام، بيلعب كرة جامدة جدا لمحي، ومحي بيلعب حتة تايكوندو. ترجع لأحمد حسن، واضح ان المباراة بقت صيادين السمك فعلا. اوه يا جميل، وهشام طريقة جامدة، ويا سلام يا هشام، وهشام واحمد علاء، واحمد علاء بيعمل حاجة من بتاعة الخمسينات. الله يا سلام يا احمد يا علاء، احمد علاء ولاشين منفعل جدا على الفريق، ولاشين منفعل جدا على الفريق اللي معاه. ايه ده يا كابتن، انت قوه للجماهير اللي قاعده ورا دي، انت قوه قدوه للجماهير دي كلها. يا جماعه لاشين فقد تركيزه والفرقه فقدت نص قوتها. مؤمن وائل، ما تخش وائل، والجماهير بتنادي على وائل فتحي، وائل فتحي الطنش، واحمد حسن بيألف لكن مشيت معاه وراحت لهشام، وكره جامده جدا من هشام لكن بره. واحمد حسن اهو كرة مع لاشين، ترجع للجول حسني، هو مسكها بايده، ما اعرفش احنا بنلعب في التسعينات ولا ايه. ومحمود سعيد يا جماعه، محمود سعيد لا ده ليه يقول لك مفيش امل، في اصابه جامده جدا. تحب نروح نشوف الاصابه؟ الكاميرات في الملعب يا جماعه، 15 كاميرا. اللعيب المعوق يا جماعه، وانا مالوش مكان يا جماعه، خلاص سوبر، هم اتنفسوا، مين وقع ومين وقع ومين وقع. جامده خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، انا في شد اوقع طيب، انا بطلع بره، عارف اللعيب اللي سلام يا جماعة، سلام بيزعق. يا كابتن ده يلا يا جماعة، كمل يا العيال، يا ماتش مهم اصلا، تخش بره يا جماعة بالراحة على بعض عشان في سيوتيكال يا جماعة، فبالراحة. محي يا جماعة النجم الجديد، منطلق بقوة الصاروخ، وطبعا محي وقمة الحياة من الكاميرا والتواضع. اي حاجة ليا وائل بقى، كابتن محمد طلعت الحكم المعتزل. ايه رايك كابتن في التحكيم النهارده؟ وائل حامد يا جماعه، هشام يا كان بيرجع للملاعب من جديد. هشام يا كان نزل ولاشين طالع، تحب تطمن على الكابتن لاشين بسرعه؟ طمنا يا كابتن، اكمل الحمد لله، شد بسيط، كانت اصابه قديمه، هي كانت في اليمين بتظهر سماعه في الشمال. طب ايه الجهاز الطبي قال لك يا كابتن؟ الجهاز الطبي والله مش موجود، مسافر. طب وبعدين يعني بفكر يعني اهو اقعد بره. طب مخسرك تعالى نقول لك والله انا كانوا قايلين هنعمل لك عمليه في انف، ف يعني مستني النادي مش هيتكلم عني ان شاء الله. ربنا يخليك، الف سلامه يا كابتن. على فكره كنت مصور، انت كنت مصور تشيره كده الجميل، فاهم ايه؟ محمود ناصف، محمود ناصف وائل حامد، واول لمسه يا جماعه، اول لمسه جوه الجول، اول لمسه يا جماعه. حته للكاميرا يا وائل، حته للكاميرا. وائل اتجنن. يا جماعه بدات الخلافات الداخليه تاثر عليه،
والسلام معكم للشمس عيد محي الدين ابو العز. محي برضه بيحاول. وائل محمد حامد توفيق. احمد علاء الدين ابو الدهب. ناصف شلوفه بقى. كرة مع ناصف. ناصف مش عارفين بيعمل ايه. بيشلف اهو بيشلف اي لا عادي يا عم. سلام مع الكورة. الكورة مع سلام. سلام بمنتهى العقل ورشاقة بيرجع الحارس ماما مؤمن. فكرة التعليق حلو قوي. سلام بيعدي. محي الدين بيفط وينط ويعدي. هشام سعيد. هشام محمد سعيد. هشام محمد سعيد. هشام محمد سعيد. ترجع الكرة المهمة. مؤمن بيهدي الملعب. طبعا شايف ان فريقه مضغوط. بيدي السلام. النهارده هما جايين يلعبوا سوا تقريبا بس ما بصوش لحد غير بعض. السلام هيرجع لمؤمن. لكن والله عملها وده الشكل. احمد حسن. احمد حسن. وائل حامد اللي يعني نازل يا جماعه يثبت وجوده بعد غياب طويل ومؤمن بيألف. سلام مع الكورة. الكورة مع سلام. وهوبا. سلام بيفتي. سلام. محمد حسني بهلول. ومؤمن بينظف المنطقة. ايه يا سلام يا محي. يا جماعه محي النهارده ايه يا عم هايبر اكتيفيتي واضح انه واخد كافيين قبل ما ينزل. محمود ناصر شهير برونالدو جندي المجهول في المباراه النهارده. اللعيب اللي ما بيحسش بالجمهور ابدا ولا عمر الجمهور ولا اللعيبه بتحس. محي قفش وخد الكوره. سيبنا الماتش اتوتر. لا يا جماعه اهدوا يا جماعه اهدوا يا جماعه مش كده ابدا مهما كان انت خدوا ولا متفرجين. واحمد كريم يا جماعه. احمد كريم اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا سكواد؟ ربنا يكرمك. بس كابتن وائل بقى كنت عامل ايه يا احمد؟ عملت ايه في امتحان يا احمد النهارده؟ امتحان النهارده؟ اه 3 على 5. طيب كويس. عملت ايه؟ سبت ايه طيب؟ اه تصدق؟ ايه الساعة دول؟ لا يا عم. نرجع تاني للمباراة. الكابتن لاشين قاعد جنبنا اهو. انت صورت لقطاتي وانا بلعب ولا وانا مصاب بس؟ لو انت مصاب بس؟ شين يعني الناس بس انت ما عملتش حاجة تستحق ان انا اصورها. واحمد حسن شوطة جامدة. لا 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 لا. محي الدين. احمد محمد حسن. واحمد حسن عمال يشوط اي حاجه وخلاص اي حاجه يا شمو عشان مش شايف منك الكوره لكن الكوره بتيجي للشمس. هشام سعيد. محي الدين ابو العز. احمد علاء الدين ابو الدهب. محمد حسني بهلول. محمد حسني بهلول من اللعيبه اللي بتحب تلعب جنب الخط. محمد حسني احمد حسن عبد المجيد. هشام محمد سعيد بره خالص يا كابتن. قول يا كابتن وائل كابتن هشام مش بيفكرك بالكابتن الله يرحمه محمد الدزوي. نفس الاسلوب بس الكابتن هشام يعني تميز على الكابتن دزوي كتير مجهوده وبعدين طاقته متقنه جدا بس هو يعني سمعت انا يعني مش عايز حد من بره الاستوديو يعلم. احنا لقينا الدويت محي الدين ابو العز خبطت فيه وكانت هتدخل جول لكن محمود ناصر. احمد محمد حسن لكن علاء. يا سلام يا علاء. يا سلام يا علاء. اي كلام يا علاء. اصبر عليه شويه. اي كلام. المره دي التصوير احسن لي اسمعني عشان دي كاميرا استشهاد. الموبايل تمام. انت عشان بصور ازاي يخش الحمام يشارك؟ يا جماعه مش ممكن الالفاظ دي يا جماعه. انا قلت الحمام بيطلع في الفيديو يا جماعه. حد قال حمام يا جماعه؟ مش ممكن يا جماعه. محدش شايل حمام يا جماعه. واحمد حسن بقى كل ما بتجيله الكوره عايز يعدي. يا احمد الغرور وحش يا احمد. يا احمد يا حسن الغرور وحش. وطبعا بينفط خالص ولكنه سامع. اسمها الانانيه في السلطانيه. كابتن احمد حسن كان نجم دوري المدارس بتاع منطقه القبه
السرابيه، وده يمكن مديه خبره اكتر في الملاعب الخماسيه. فاكر يا كابتن مسابقه نجوم بيبسي اللي شارك فيها الكابتن احمد حسن؟ كان هو باين جامعه الغطيان وكسب حسني بيده وبيصلح. يا سلام يا علاء، يا سلام يا علاء، يا سلام يا علاء. كانت في البطن ثالث مره وسطيه في البورد. والله مش حاسين بالكابتن سلام بقالنا يجي 10 دقايق. سلام طب الملعب ملعب فاضي يا جدعان ده. بقول لكم